إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية لجميع المشاهدين والمتبعين الأوفياء لقناة شوف تيفي سواء من داخل أرض الوطن أو من خارجه. هذا نداء المحسنين، هذا نداء لذوي القلوب الرحيمة، هذا نداء الخوتي المغاربة، هذا نداء الناس اللي كتعاون والناس اللي باغا تشري الجنة ديالها بطبيعة الحال، والناس اللي كتعامل والناس اللي كتقدم يد المساعدات للحالات اللي كنصوروا معاهم. معنا أسرة اللي عندهم طفل كيعاني في صمت للأسف الشديد. هذا الطفل هذا اللي عنده مرض غريب ونادر وحول حياته الجحيم. اليوم نتمنى أن هذا اللايف هذا ينتشر وتنشر عند الجميع، ونتمنى يتبارطاجيه على أوسع نطاق، لأننا نبغينا المواضيع المهمة واللي عندها أهم بحال الحالات الإنسانية، بحال هذا الطفل اللي كيعاني في صمت، أننا نتعاونوا معاه ونقدموا له يد المساعده بطبيعه الحال. الام ديالو اللي تحكي لنا والجده ديالو اللي تحكي لنا التفاصيل ديال المرض ديالو النادر واللي حول حياته من المأساة وحول حياته من الحزن للاسف الشديد، ولكن رغم ذلك مثبتين بقضاء الله وقدره كيحاولوا انهم دائما يعطيوه القوه باش ما يطيحش. الطفل عنده نقدر نقولوا اكثر من الهشاشه ديال العظام، يعني ما كيقدرش يوقف، ما كيقدرش يتحرك، ما كيقدرش ياكل، ما كيقدرش مش غنقول لك مقنعيه، ما نعبر، ما غاديش نوصف ديك المرض اللي كيعاني فيها الطفل. بارطاجيو على اوسع نطاق، بغينا اليوم نبارطاجيو على اوسع نطاق، بغينا اليوم بارطاجيو بطبيعه الحال، بغينا الصوت ده الاسره هذه يوصل للمحسنين ويوصل للجهات المسؤوله بطبيعه الحال، لان الطفل كيعاني في صمت. اكيد الدال على الخير كفاعله، فاذا بارطاجيتي متبعين الاوفياء فاكيد انك بحال اللي قدمتي لهم يد المساعده. ما غاديش نطول عليكم، نبداو مع تصريحات ديال الاسره ديالو اللي نتمنى منكم انكم تبارطاجيو. السلام عليكم اختي. وعليكم السلام ورحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله عليه افضل الصلاه وازكى التسليم. بسم الله. انا جده الطفل احمد الرباح، عمره 3 سنوات، يعاني يعني من ضمور العضلات في النخاع الشوكي يعني في العمود الفقري. هذا المرض اللي خلاه طايح في الفراش، يعني ما كيتحركش، اذا ما حركتوش ما يتحركش. بالليل يعني كيعاني بالليل، كيبكي، كيحتاج انه بالليل كل 3 سوايع تقريبا او 2 سوايع خصك تنوض وتقلبوا للجهه الاخرى، تسرح له رجله، توكلوا، تشربوا. اذا ما مديتيلوش الماكله ما ياكلش، اذا ما شربتيهش ما يشربش، اذا ما قلبتيهش ما يتقلبش. هاد النوع ديال المرض واحد النوع نادر، ما معروفش يعني عند بزاف ديال الناس، ولكن انا اكتشفته من خلال البحث ديالي عليه. يعني من تصاب الحفيد ديالي اهتميت به بزاف وسبب لي انا حاله نفسيه بصراحه، يعني كنهتم به اكثر من اولادي، يعني سبحان الله العظيم، يعني النظره فيه كتفرح سبحان الله. المهم اكتشفنا هذا المرض، الام ديالو مطلقه، كانوا كيقولوا لنا بان لربما المرض ديال احمد هو سبب الطلاق. لا، ماشي هو السبب، لان من مر الطلاق عاد اكتشفنا ان العائل ما مرخيه، ما كيتمشى ما والو. دابا عنده 3 سنين. شنو هي الحاله ديالو؟ كيفاش عامل المرض؟ لان كاين الناس واخا تعطيهم الاسم ديال المرض ما غاديش يعرفوا، ما يعرفوش. اذا ما بحثش فيه، اذا ما بحثش في المرض، اذا ما بحثش ودخل، لا، الناس خاصها تدخل جوجل وتبحث. وضحي لنا الناس كيفاش عامل احمد، التصرفات ديالو، في الحركات ديالو. ما كيتحركش احمد، ما كيتحركش بتاتا. دابا جالس على كرسي متحرك، هذاك الكرسي راك شفتيه سبحان الله العظيم. الحاله ديالو كان هو شويه كيتحرك في الصغر ديالو، كان زوين، كان عامر في الجسم ديالو، ولكن هاد الحاله، هاد النوع هذا ديال ضمور العضلات، هو كاين فيه انواع كثيره، ولكن هاد النوع ديال احمد كيبداه من الصغر، وهو غادي هو كيتسل، هو غادي هو كيضعف، هو غادي والحاله ديالو كتسوء اكثر. دابا من كيكون مزيان راه هو مزيان، ولكن من كيضربوا الريح وكيعمر صدرو بالبلغم، يعني واحد الدرجه انه كتقطع فيه النفس، وهذاك البلغم كيتسبب له يعني في ميكروب في الرئه. الميكروب يعني كيوصل حتى ل 500، يعني اكثر، يعني لدرجه انه الاطباء يعني شكوا انه لو عنده سرطان، عملوا له حتى تحليلات السرطان. تصور، واذا العضلات ديال الجسم ديالو كامل ضعيف، ضعاف، هذا الضمور كيعني شبه ميت، يعني هو ماشي ضمور موت ولكن هو شبه ميت. يعني ما كيقدر لا يجلس، لا ما كيجلس شي، ما كيتحركش، لا ما حركتيش ما يتحركش. العمود الفقري ديالو كيعمل، العمود ديالو دابا من كتسوء الحاله ديالو، العمود ديالو ديال الظهر ديالو كيتعوج.
يديه تهما بقاو كيتعوجو كيرجعوا للور كنلبسوا له اليد يعني وهي دايره رجلو عاوتاني طلقوا مره يعني الحاله كتسوء وبحال العمل بحال السل كيتسل يعني هاد الطفل كيتسل مره من كيكون مزيان راه كتشوفو كيضحك وكيلعب ولكن من كتجيه الحاله راه ما كايناش الموت وصافي كتشوفو الموت قدامه اذا ما سعفتيهش وقمتي بالواجب ديالك ونطي وجريتي يعني في الطبيب ديال الدوله وكانت كتوصلنا حتى 200 الف فرنك حتى 2000 درهم حتى 2000 درهم كتوصلنا عف الدوايات هذا الدواء ديال الدقه عنده الربو الزرق وعنده الربو التشيني كيعملهم عنده الدواء ديال السخانه كل ساعه خصو يكون عنده هذاك الاكسجين راه شريناه له كل مره خصك تعمل له الاكسجين التنفس باش كتساعدو شويه على هذا ولكن اهم حاجه هو الافراغ ديال الصدر هذاك الشفط ديال البلغم خرجنا الطبيبه هاد 4 شهور كامله ديال البرد خصو يوميا حصص حنا كنميكو عليه بعض الخطرات كنشوفوه شويه كنميكو قاتنا الطبيبه ولو كتشوفوه مزيان هذاك الشيء راه كيتجمع عنده في صدره اذا ما شحال الموطو ديال الحصه 100 درهم الحصه مهي 150 درهم والطبيبه كتعمل معنا نقصتنا عملتنا 100 درهم هذا باختصار يعني المرض انا كنطلب من الناس تدخل وتشوف شنو هذا المرض لان حتى واحد ما عرفو ياخذوا فكره على الناس اللي كتعاني في صمت وحتى واحد ما كيعرفها يعني واحد الفئه مهمشه ما عندها حتى شي واحد اللي يساعدها او حتى شي واحد اللي يهتم بها مؤخرا سمعنا بان جمعيه ضمور العضلات في ميدلت عاد بدات عاد مؤخرا لقينا واحد الجمعيه جمعيه ضمور العضلات انقذوا مرضى ضمور العضلات بالمغرب عاوتاني اما شي حاجه اخرى ما كايناش واخا بالنسبه للاطباء اللي مشيتي عندهم دابا حنا من قلت لك حنا من دينا كنعالجوا فيه كنعملوا التحاليل كنجيروا من هنا لهنا لهنا ما لقينا حتى شي فائده واحد الطبيب هنا في الحومه قالنا سيروا به للرباط الرباط كاين واحد الدكتور المدني معروف قال لك عنده 30 سنه د الخبره في هاد الاطفال فهو شاف الملف ديالو يعني قالنا حيدوا هاد الشيء كامل جيبوا له هاد التحليله هي اللي بينت النوع ديال المرض ديالو مشى حتى لفرنسا التحليله كانت غاليه والمهم رغم ذلك ما عندكمش مشكل في الثمن ولكن عندكم مشكل في سبحان الله العظيم من عرفنا ان عند اش قالنا ما عندوش الدواء هو قلنا شنو غنديروا قال لك ما عندكم ما ديروا خليوا العيل هكذاك الليل دهنوه بالزيت باش الضلوع ديالو يترخاو له قال لي واحد المره قلت له انا سمعت بان كاين الدواء في امريكا ولكن هو دواء بريفي يعني ماشي على حسب وزاره الصحه قال لي واش نسجلوا لك كيساوي 180 مليون ولا ما عرفت شنو الحقنه 180 مليون الحقنه وحده ولكن هو الا دخل المغرب طلبوا من الله ربي يسر ويدخل المغرب هذا الدواء واخا يكون مثلا قال لك عاد تحسب بشي 80 مليون ليبرا في السنسور هذاك الشيء ولكن غادي ينقض اربع المهم هادشي اللي كاين واخا دابا نتوما كتعانيو صامت مع احمد ما خليتو فيه مشيتو به ما خليتو فيه جريتو وكطالبوا من الناس لعل وعسى الانقاذ هذا احمد لان ما كاينش غير احمد كاين احمدات كاينه بزاف انتما بغيتوا تسلطوا الضوء على كل شيء على كل شيء ما بغيناش حنا احمد اللي يتعرف بغينا المرضى اللي في العرايش مثلا وفي المغرب كامل يتعرفوا ويعرفوا المعاناه ديالهم راه انا تلاقيت مع سيدها عندها في الدار عندها 6 الافراد كلهم مراضين كل واحد ونوع وعي هو مختلف فهمتي هو مختلف ماتوا لها جوج بقاو لها الباقيه حيت الاغلبيه ديال الحاله واكثريه مثلا في مصر كنت سمعت الاخت كتقول بان كل اسبوع كيموتوا جوج بسبب هذا المرض اللي عند احمد يعني سبحان الله العظيم كنقول لهم انقذوا يعني احمد سبحان الله اللي استطاع يعمل شي حاجه لاحمد وهي افضل شيء احنا كنتمنوا هو يتعالج على برا ان شاء الله يا رب السلام عليكم انا الام ديالو ام دي احمد الرباح عينيتي مع الابن ديالي اي ماشي غير معاناة اي ام كتعاني مع ولدها واحد الاحساس قبيح تشوف ولدك يعني كل ليله كيتعذب كل ليله كيحس واحد الاحساس قبيح بزاف هو بيدو كيقول خصني نتمشى انا خصني بيكالا بزاف كيبقى فيه الحال انك انت كتخرج هو فوق كرسي ودري الاخرين كيلعبوا واخا كنعيا يعني كان اللي في جهدي كنعملو يعني اي وسيله اللي هو عينقص ديك الاحساس ديال الضعف يعني كنديرها له باش ما يحسش براسو بانه هو ضعيف كتخلي ما دير له
يعني اي حاجه كتوقعها يعني هو يشوفها عند الدراري. خصني حتى انا نلعب الكره، حتى هو كان عطيه يلعب الكره واخا هو ما قادرش. ركبوا على الكيدار، هو كيقول لك انا ما نقدرش، وكنقول له لا هتقدر انا نركبك. وهادي كيقول يعني واحد المعاناه شديده. هو بيدو كيقول لي كيبقى ساكت، كيقول لي انا عييت انا مليت. وكنا في السبيطار كيقول انا مليت. هي الطبيب بيدو قالت لي زعما ما يصبحش هذيك الاخر مره، يعني واحد هو كيحس بواحد الالم، واحد الا قصحتي في يدو كيتقصح كيتالم، يعني واحد المعاناه شديده. وهو يعني حتى واحد ما كيبغي يعني كيشوفو هكاك، يعني كتقول كيتعاطفو فقط مع اللي يديرو، كيتعاطفو صافي يعني كلش، يعني اي واحد كتفكر فيه كيتعاطف معاه. هو مجرد هاد الشطف، هاد الثروة ديال الصدر مابقاش كيحمل، مابقاش كيقدر له، يعني صافي بحال اللي كيحس براسو كيقول انا كنستسلم لواحد الحاجة وصافي. يعني هو بزز منه كيدير، وكيقول لي علاش انا هكا. يا هو عمره 3 سنين وكيهضر شي هضر بانه انسان كبير، يعني حتى هو رد البال كما كنقولوا وعنده امل. رد البال هو بيدو كيقول لك، كيبقى ساكت ساكت كيقول لك حتى انا عنود اللعب، حتى انا عنود اللعب. الحمد لله. الحمد لله. وخلي لي حظ نمرة التليفون ديالك. نعم. عطيت نمرة التليفون. بسم الله. نمرة 06-37-83-50-14. وخا حاولي يا ربي تعالي. 06-37-83-50-14. دابا أنت كتوجهي رسالة ديال المحسنين والناس، شنو تبغي تقول؟ أولا أنا ما كرهتش يعني هاد الحصة هادي أو هاد الجلسة مثلا توصل حتى الملك محمد السادس، الله يحفظه ويحفظ له العائلة ديالو ويشوف الحالة ديال أحمد. وما كرهناش لو كانت الدولة يكون عندها تدخل مع شي دولة أخرى عندها العلاج، وسمح الله يساعدوا أحمد أنه يخرج هو على برا، سواء دولة عربية أو دولة أوروبية، المهم شي دولة فيها العلاج لأحمد. ما كرهناش، نسأل الله العظيم التوفيق للجميع والله يسر. إذن كما سمعتم متابعي الأوفياء، هذه القصة الصادمة والقصة المأساوية بكل مقاييس للطفل أحمد اللي كيعاني هو والأسرة ديالو في الصمت. هذا نداء، وخا أنايا ما نهضر بطبيعة الحال، حاولت أنني نهضر، كنحاول أنني نوصل، ولكن للأسف الشديد بعض المرة اللسان والكلام يعجز عن الكلام بطبيعة الحال. للأسف الشديد قصة صادمة وقصة مأساوية، ونتمنى من الله أن أكيد المحسنين وذوي القلوب الرحيمة والناس اللي كتقدم يد الخير وكتقدم يد المساعدة وكتعاون دائما كيتعاونوا. نتمنى أن البث المباشر والحي يوصل بطبيعة الحال المحسنين والناس اللي كتعاون وتقدم يد المساعدة، لأننا بغينا نفرحوا الطفل أحمد، بغينا نشوفوه بحاله بحال صحابه، بحاله بحال خوته، بحاله بحال الاطفال اللي في التقدم ديالو، نشوفوه كيلعب كيتحرك، لانه حتى هو من حقه انه يعيش بطبيعه الحال في صحه جيده ويعيش. الحمد لله قضاء الله وقدره، الله سبحانه وتعالى بغى، هذا امتحان من الله سبحانه وتعالى، ولكن اكيد ان غادي نتعاونوا، غادي نقدموا يد المساعده، غادي المحسنين يتواصلوا بطبيعه الحال. الرقم ديال الهاتف ديال السيده كما سمعتوه فهو حطيناه بطبيعه الحال في لي كومونتير، اللي كيشوف راسو انه قادر يتعاون، قادر يقدم يد المساعدة، قادر يقدم يد المساعدة للطفل البريء أو الطير ديال الجنة أحمد، يتصل بالأم ديالو أو بالجدة ديالو عبر رقم الهاتف، اللي كيشوف راسو أنه ما قادرش غير يبارطاجي فدلو على الخير كفاعله. نتمناو أكيد أن الناس اللي كتشوف راسها قادرة تعاون، قادرة تقدم يد المساعدة، تواصل معهم. ونتمنى أنني نتلاقى بكم موعد لاحق، ونتمنى أنكم تبارطاجيو على أوسع نطاق، وتحياتي للجميع.